ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في مدرسة ابتدائية في منطقة هنا في جنوب كينيا مع الأستاذ ألفونسو ونائب مدير المدرسة الابتدائية هنا. المدرسة فيها حوالي أكثر من 220 طالب بيتعلموا هنا فيها. هذا التانك بني بشراكة كبيرة جدا حدثت ما بين المؤسسة الإنجليزية للتنمية المجتمعية والإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا. الإغاثة الإسلامية ماذا فعلت الإغاثة الإسلامية؟ حفرت بئر كبير في مسافة حوالي 3 كيلومتر بعيدة عن المدرسة، ومدت المواصيل المية من هذه المسافة إلى هنا هو. والمؤسسة الإنجليزية بنت هذا التانك الكبير اللي سعته حوالي 300 ألف لتر مكعب، بنته عشان الأطفال يجوا ويتعلموا هنا. طبعا كما قال أخونا الأستاذ ألفونسو ان عدد الطلبه ازداد كثير جدا حوالي 20-30% بعد وجود المياه الصالحه للشرب. هذا التانك الكبير شكرا للمؤسسه الانجليزيه وهذه المياه التي تاتي فيه شكرا للاغاثه الاسلاميه والاشتراك اللي احنا بنتكلم عنها ما بين المؤسسات الدوليه بعضها بعض. اذا فقط هذا الامر لعمليه الاغاثه الاسلاميه، بل هناك ايضا مكان للمياه الصالحه للشرب زي ما احنا شايفين ان هو ده للمجتمع اللي المحيط بالمدرسة علشان الناس ان هو توصل لهم مياه صالحة للشرب. الإغاثة الإسلامية مدت المواصيل 3 كيلومتر من القرية أخرى إلى هنا، والمؤسسة الإنجليزية للتنمية المجتمعية بنت هذا التانك. احنا بنشكركم جميعا في دعمكم لهذه المشاريع الحيوية ودعمكم لهذه المشاريع البسيطة لكنها مؤثرة جدا 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 على حياة الطلبة والطالبات وعلى التعليم في هذه الأماكن. فاحنا اليوم نقول شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ونريد المزيد منكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.